هنرجع تاني لقضية يعني قديمة جديدة، يعني مش بتنتهي أبداً. دار كريستيس لمزادات التحف بتستعد لتنظيم مزاد في ولاية نيويورك يوم 18 إبريل الجاري، والخبر ده ممكن يكون خبر عادي لأن الدار بتنظم حوالي 350 مزاد في السنة، لكن القضية اللي دايما بتتكرر وما فيش حل نهائي ليها هو ظهور قطع آثار مصرية معروضة في المزاد. من شهرين تقريبا وزير الآثار دكتور خالد العناني كان معانا في حوار خاص لبرنامجنا، وقال انه الوزارة شغالة حاليا لإعادة كل الآثار اللي خرجت بره البلد. خلونا نفكر حضراتكم بجزء من اللي قاله الوزير. هل فكرتم او بتفكروا انكم تستردوا الآثار اللي نهبت اثناء الحرب مع اسرائيل؟ الحمد لله، يمكن شرفت ان انا كان في بدايه تولي المسؤوليه رجعنا اثار من اسرائيل، وكانت اول اثار ترجع من اسرائيل من سنه 98 تقريبا، يعني على مدار ما يقرب من 18 سنه او ما كانش في اثار رجعت من اسرائيل. رجعنا اثار من اسرائيل، وهنرجع الاثار من اي دوله في العالم خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه. جميل جدا.